طيب خلينا اسال حضرتك على الجزئيه اللي كنت بتقولها في سياق حديثك متعلقه بتطوير كمان العمل، عمل الوزاره على تطوير المدارس اللي هي عندها بالفعل من التعليم الفني. طبعا ده طبعا حاجه ضروريه، لانه يعني سؤالك في محله والمجتمع والمشاهد لازم يسال هذا السؤال. ما انا بتساله طب ايه 20 مدرسه في 1000 طالب يبقى هم او في 500 طالب، ده عدد قليل، بينما احنا عندنا 2.1 مليون طالب في التعليم الفني. وخلال السنوات على فكره الاخيره دي زاد الاقبال شويه على التعليم الفني من الحاصلين على الاعداديه. يعني عايز اقول لحضرتك مثلا جميع محافظات الصعيد فيها الاقبال على التعليم الفني اعلى بكثير من التعليم العام. يعني محافظه زي اسوان 70% من الطلبه اللي حاصلين على الاعداديه بيختاروا التعليم الفني. البنات عموما في الصعيد بيقبلوا على التعليم اكيد الفني. فحضرتك بنعمل ايه؟ بنعمل كذا حاجه. اول حاجه بنعملها ان احنا بنغير المناهج، بنخلي المناهج تهتم بالمهارات ما تهتمش بالمعارف وبالتلقين والحفظ. لازم الطالب يمتحن. يعني السنه دي اول سنه عدد من الطلبه في مدارس التكنولوجيا التطبيقيه اللي هيمتحنوا الدبلوم خلال الاسابيع اللي جايه دي والسنوات القادمه، اللي هيمتحنهم العملي هو رجال الصناعه مش المعلمين بتوعنا. يعني هنعمل لجان مشتركه نصها او اكثر من نصها من رجال الصناعه المختصه بالاضافه الى المعلمين بتوعنا. يقوم يبقى ما يقدرش يقول لي بعد كده يعني ممثل العمل او صاحب او رجل الصناعه ان الطالب ما عندوش المهارات، لو ما عندوش المهارات سقطه. ده حقيقي. هو الحقيقه انه ده نعم انه ده اتجاه من قبل الدوله في كل المجالات تقريبا يا دكتور، انه بيتم تطوير، يعني التطوير بيكون شغال في جانب وفي جانب اخر الاهتمام بالجانب الموجود اصلا او اللي ما تملكه الدوله اصلا. طيب خليني اسال حضرتك التفاعل او الاستجابه اللي بتلمسها حضرتك من خلال هذا التطوير في الشقين، سواء في المدارس التكنولوجية أو في التطوير اللي موجود في المدارس الموجودة على أرض الواقع بالفعل، من قبل أولياء الأمور، من قبل الطلبة، من قبل من حيث الإقبال، يعني هذه الأمور. بص حضرتك، هو الـ20 مدرسة دول بدأوا سنة 18 بمدرسة واحدة، والسنة اللي بعدها أبو سوري 3 مدارس في سبتمبر 18، في سبتمبر 19 وصلوا إلى زودنا 8 مدارس فبقوا 11 مدرسة، وفي سبتمبر 20 يعني كانوا 16 مدرسة، ودلوقتي إن شاء الله 20 مدرسة. طبعا الكورونا طبعا ما خلاناش نعمل اللي احنا عايزينه كله، إنما ده واقع تعاملنا معاه. بالعكس المستثمرين اللي معانا دلوقتي في مجالات عديدة، صناعات مختلفة، يعني صناعات حتى من اللي هي يعني صيانة السيارات مثلا الغالية جدا دي، شغلانة يعني على ما المستثمر بيلاقي تكنيشن فيها عشان يصون عربية حديثة ما بتعتمدش على الميكانيكا البسيطة، بتعتمد على الميكانيكا والكهرباء والحاسبات. دي شغلانة الطالب بيحتاج ان هو يدور عليها، يعني زي الإبرة في كوم قش يعني او التكنيشن الكويس يعني صحيح. ياخد ما هي عالية، ما مش اي حد يعمل الشغلانه دي. فبقى عندنا عدد من هؤلاء المستثمرين. عندنا طبعا اخر حاجه بتحصل دلوقتي ان احنا بيجي لنا شركات كبرى من اوروبا زي شركه دي ام جي موري اللي هي هتعمل اول مصنع لتصنيع سي ان سي ماشينز في مصر وتوزيعها في الدول الافريقيه. ده هو بقى الكور بتاع الثوره الصناعيه الرابعه. فبالتالي دي برضو هتعمل معنا مدرسة وبيكون في طبعا تشجيع على لهؤلاء الطلبة انهم يذهبوا الى هذه الشركات والى هذه الدول. طبعا ده يعني مؤكد. وشركات تانية اخرى جانا، شركات بتهتم بالحرف. طب ايه اكتر التخصصات المطلوبة يا دكتور؟ بص حضرتك، حتى الآن التخصصات اللي الطلبة في هذا السن بيقبلوا عليها بتختص بالتكنولوجيات المتقدمة، زي عندنا مثلا تخصص في الذكاء الاصطناعي ده عليه إقبال شديد جدا، تخصص ومعاه الديجيتال آرت أو الفنون الرقمية،
اللي هي يعني بدل الزخرفة العادية اللي الطلبة والطلبات بيحبوها هو بيشتغل ببرامج الكمبيوتر. عندنا الديجيتال جيمز، انت عارفة الشباب دول يحبوا طبعا الجيمز بدل ما يقعد يلعب على الموبايل في حاجات غير مفيدة هو يقدر يعمل الجيمز دي، ده شغلانة لوحدها. عندنا برضو الحاجات اللي بتتعمل مع شركات الاتصالات في مجال الحاسبات والاتصالات، لأنه بيضمن وظيفة. أنا كويسة صحيح، أنا كنت كمان هسأل حضرتك على التخصصات المطلوبة في سوق العمل. يعني صحيح احنا حلينا المسألة دي بأنه الشريك الصناعي بتاعنا هو عنده مصانع، فالمصانع بتاعته بتحتاج يعني مثلا أحد الشركات اللي بتشتغل في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية بكافة أنواعها هو محتاج إيه؟ هو محتاج حد في تكنولوجيا الميكانيكا وحد تاني في تكنولوجيا الكهرباء، لأن دول هم الملح والسكر بتاع أي صناعة طبعا. فدي التخصصات المنتشرة، الميكانيكا والكهرباء. في عندك بقى حاجات جديدة زي خلطة الميكانيكا والكهرباء والحاسبات، ده المجال ده بنسميه الميكاترونيكس، زي صيانة السيارات الحديثة، السيارات بقى اللي هي مش بس هيدروكسيون، ده انت قدامك شاشة كمبيوتر بتدوشي عليها، كل الحاجات دي من الحاجات اللي الطلبة برضو بيقبلوا عليها. عندنا حاجات مع شركات عالمية زي الاي بي ام مثلا، الطالب يطلع خبير في مجال الحاسبات والاتصالات مع شركة عالمية زي الاي بي ام، دي تخليه طول عمره يعني في مكانة كويسة. بالتأكيد. وغيره وغيره. عندنا حاجة فريدة مثلا في صناعة الحلية والمجوهرات، دي من أول نوع من المدارس ننشئه مع أحد كبار المستثمرين في مجال صناعة الحلية والمجوهرات، على إقبال شديد جدا. نعم واضح. عندنا برضو حاجة فريدة من نوعها. أنا الحقيقة نظرا لضيق الوقت أنا بشكر حضرتك دكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، بشكر حضرتك جزيل الشكر.